ارتفع الاثمنه، ما كايناش من مواطن ولا كاينه من فورنيسور ولا كاينه من هاد السبيبيه تاع تاع السمك، هما اللي كيغليو لنا كيغليو الاسعار. هما الحوت راه في رمضان عادي زايده 5 دراهم ولا 10 دراهم في الكيلو، راه نورمال. في الفطوره كدير المرله دير 70 درهم 80 درهم، هيا في رمضان راه دير لا ميم شوز لا ميم بري. أسمها شوية غالية، يعني ماشي في صالح المستهلك، يعني شوية غالية على خاصة في شهر رمضان كتكون شوية تخوشيغ، يعني تقريبا كله غير من الصوف.